حاليا عم نشهد ارتفاع بدرجات الحراره، مع هاي الارتفاع عم بيكون طبعا توجه اغلب الناس وخصوصا عطله صيفيه، للكل عم بيكون المسابح البحر وما الى ذلك. الواقع الشمسي لوحده يمكن ما يكون كافي، في كثير اضرار ممكن تتضرر البشره من هاي الاشعه، حروقات معينه، وممكن تاثير ما يكون فقط اني، يعني ممكن يستمر اكثر اذا ما تم العلاج صحيح. بيقولوا دائما حرق الشمس اكثر شيء ممكن حسب نوع البشرة، نحن دائما وقت بنحكي عن الحروق الشمسية نتعلق بنوع البشرة ودرجة الحرق، ودائما صحيح. سؤالنا كصبايا انه دكتور اليوم انا الواقي هل حيفيدني حيمنع هذا الحرق، ولكن مو دائما عم يكون هذا الشيء صح. مزبوط رشا، وخصوصا انه مو الاغلبية عم يعني خلينا نقول عم تلتزم بالقواعد الصحيحة، ان كان بفترة التعرض للشمس وان كان باتخاذ الاجراءات المناسبة. لنحكي بالتفاصيل عن كل هي الاسئلة والاستفسارات اللي ببالنا وبال اكيد كل المشاهدين. خلينا نرحب بضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو الدكتور هيثم الحسيني، وهو اختصاصي بالجلديه. يسعد صباحك دكتور هيثم. صباح الخير حكيم، واهلا وسهلا بحضرتك. دائما الصيف هو فرصه للاستجمام، ودائما ناس تطلع مسبح تطلع شاطئ، ولكن درجات الحراره يعني لها تاثير سلبي. خلينا نروح بدايه معك لحروق الشمس وانواعها. الحقيقه حروق الشمس ناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس. طبعا التعرض لازم يكون بطريقة، طبعا كنصائح طبية يكون بطريقة تدريجية، مو مثلا طلعنا على البحر مباشرة مثل ما تفضلت بساعات الذروي انه نروح نتعرض للشمس. بيقعدوا من الصبح للظهر وبعدين بيقولوا ليش مرضنا وليش صار معنا حيصير معهم سحايا من القعدة. فبالتالي لازم يكون تعرض تدريجي، يكون عندنا واقيات للتعرض. الحقيقة الحرق الشمسي هو مثل الحروق العادية، له درجات. ممكن يكون درجة أولى عبارة عن حمامة أو احمرار يكون على سطح الجلد، ممكن يكون لا أكثر مع وزنة حتى فقاعات، خاصة هي بنشوفها عند النمط الجلد الفاتح أو اللي احنا بنسموه حسب تصنيف فيتس باتريك هو النمط الأول أو الثاني، اللي هنا بيكون جلدهم فاتح أو بيكون شعرهم أحمر. الحقيقة دول إذا تعرضوا للشمس لفترة معينة ممكن تكون تصير عنده حرق درجة ثانية وتظهر بفقاعات على الوجه وعلى الظهر. ممكن يكون لا، في بعض الامراض الجلديه اللي بتكون هي يعني كثير بتتاثر باشعه الشمس مثل جفاف الجلد المصطبه، هون بعض طبعا هي كمثل على الامراض، ممكن هون يكون الحرق حتى درجه ثالثه ويبدا يعمل لنا مشاكل كثيره ويكون غميق ويطول كثير لحتى يترمم الحرق. فبالتالي نحن بهمنا بتعرض اشعه الشمس انه يكون التعرض تدريجي، يكون في عندنا لباس دائما يساعد انه بحمايه الشمس، ان كان هو قبعه او كان نلبس حتى تي شيرت او حتى نحط واقيات شمس، واهم شغله انه نحن ساعات الذروه نبعد عنا قدر المستطاع، خاصه اذا ما في تعرض مستمر لاشعه الشمس. طيب دكتور خلينا نحكي عن فكره مهمه. اليوم حضرتك قلت في بعض انواع البشرات بتتعرض اكثر، يعني بتتاثر اكثر باشعه الشمس. هل الواقيات الشمسيه اليوم نفس الدرجات لازم يستخدمها الكل؟ يعني مثلا احنا بنعرف في 100 في 90 65 50 ما الى ذلك، هي العيارات قديش بتفرق اليوم؟ الحقيقة واقيات الشمس بتحمي لدرجة محددة من الإصابة بحروق الشمس، ممكن كمان تحمي شوي من التصبغات اللي نحن مرات في ناس ما بيحبوها تظهر على مناطق المكشوفة مثل الوجه بشكل أساسي. فبالتالي عندنا درجات من الحماية بسموه هذا SPF. هذا SPF هو له علاقة قديش الشمس ممكن تعمل لي أنا مباشرة حرق. وقت أنا حط واقي الشمس مثلا نقول عيار 50 انه هذا بيحمي 50 ضعف انه التعرض العادي لاشعه الشمس. عالميا ما عاد عندنا انه 90 و70 و62 مثل ما بيصنفوا، عندنا 50 بلس، 50 او 50 بلس، هذا يعني 50 بلس انه ممكن انه يشمل كل انواع العيارات او كل انواع واقيات الشمس، كيف تصنيفها بحسب قوتها بالنسبه للجلد. شو ما كان البشره وشو ما كان واقي الشمس، واقي الشمس بيحمي لدرجة محددة، هذا ما بيمنع أنه نحن نتعامل معه مع واقيات كمان بطريقة ميكانيكية مثل ما حكينا القبعات، نلبس كمان كم طويل إذا عندي أنا استعداد للحرق، عندي تجربة سيئة كل سنة بفصل الصيف أنه أنا يصير عندي حرق وحرق الدرجة. الحقيقة
يعني نحن مناط بيطلعوا على البحر، بيطلعوا ثلاث ايام بيرجعوا كلياتهم على البيت محروقين، ما حدا عم يقدر يضربوا، واذا ما صار عندي فقاعات يعني رايحين ننبسط نرجع بعد عندنا اسبوع زمان نحن عم نعالج الحروق. فدائما نحن بنقول انه حلو البحر، حلو الصيف انه الواحد يتمتع، ولكن دائما لازم نقيده بفترات معينه وبواقيات معينه لحتى ناخذ الجانب الايجابي وما ناخذ الجانب السلبي. دائما يعني في ضريبة لهذا الاستجمام حكيم إذا ما قدرنا نتصرف بالشكل الصح. اليوم أنواع البشرات بتلعب دور كتير كبير بالحروق، بعض السيدات بيعانوا من الحرق الشمسي وبيقول لك ما بقى راح يعني بسبب حرق البحر يعني أكتر شيء، شو السبب دكتور؟ الحقيقة تأثير أشعة الشمس على الجلد في عنا تأثير آني ممكن يتظهر عنا بحمامة، ممكن يتظهر بتصبغ مباشر، ممكن يتظاهر بتصفع مثل ما بيقولوا. وعندنا تأثيرات لا هي لها علاقة بالناس اللي بتعرضوا لفترات طويلة لأشعة الشمس وبيقعدوا فترات طويلة. ممكن هون نحن حتى هون بيسموه اللي بيحبوا يعني يروحوا على البحر أو على المسابح هو البرونزاج، إنه نحن نتعرض لأشعة الشمس نأخذ لون معين، لون محبب كتير للصبايا حتى الشباب عشان ما عاد في فرق بهذا الموضوع، ولكن مرات بيأخذ النمط مرضي بسموه كلف، بيصير على الوجه عندي نوع من التصبغات الكلفية اللي هي الحقيقة مزعجة، مش للشخص مزعجة اجتماعيا لأنه بيعطي عدة ألوان للبشرة. هون دائما مثل ما بنحكي إنه هون دائما أنا لازم أعرف كيف بدي أتعامل مع الشمس. الحقيقة مثل ما تفضلتي إنه الجلود بتختلف، الجلد الأبيض أو الناصع الحقيقة هذا بده يحترق إذا تعرض لفترات طويلة، ولكن حتى الجلود السمراء أو الصبايا اللي جلدهم أسمر أو الشباب الحقيقة هن في ناس ما لهم متعودين يتعرضوا، بيتعرضوا بهالسنة مرة واحدة لأشعة الشمس بينحرقوا فيها فصحيح هن عندهم تصبغ، عندهم خلايا ميلانية كثيرة وعندهم جسيمات ميلانية، ولكن ما عندهم استعداد إنه يتعاملوا مع الشمس لأنه ما في تعود للتعرض للشمس. طبعا أهل الساحل أكيد هن بالتدريج بيتعرضوا لفترات وبكون طول الصيف، أما اللي بيجي من مناطق ثانية حيكون هالتعرض يومين ثلاثة، إذا ما أخذ الوقاية حيرجع ببعض التأثيرات الجانبية اللي احنا هلا بجوز نحكي فيها، منها هي الكلف أو التصبغ اللي بيطلع على المناطق الجلد اللي ما تعرضت لأشعة الشمس. الحقيقة هي معالجتها من المعالجات الصعبة بالأمراض الجلدية لأنه بتاخذ فترة طويلة خاصة عند البشرات السمراء. أكيد. طيب دكتور خلينا نحكي عن فكرة، اليوم حضرتك قلت الكل حابب ياخذ هذا اللون الجميل، هلأ صرنا شفنا موضة بعض أنواع الكريمات، بعض أنواع الزيوت المخلوطة مع ألوان بتعطي لمعة بتعطي لون معين عم تنحط على البشرة، إضافة للوصفات اللي بيقروها على الإنترنت، حطي خميرة البيض البيرة، حطي خميرة البيرة، حطي كولا، حطي ما بعرف شو، هدول الشغلات بيزيدوا بيعطوا الجسم لون أحلى، فيزلين، جليسرين، ما بعرف شو شغلات عم نسمع عنها غريبة عجيبة، قديش إلها تأثير سلبي أيضا؟ الحقيقة هي من المركبات الحقيقة كتير شائعة وكتير عم نلاقي مركبات حتى عند العطارين وملاقي تركيبات شعبية إنه أنا جربتها هالكريم خلينا نحطه بيعطي لمعة ولون مميز وجمالية وإلى آخره، ولكن مرات بيكون بيعطيني هذا نمط من تحريض للخلايا الميلانية بيعطيني نمط للتصبغ غير مقبول. مرات عند بعض البشرات حتى بيولد لي بعض الأمراض اللي ممكن إنه تؤدي إلى بعض المظاهر على سطح الجلد، ممكن هذه المظاهر تتجلى ببعض الدخانيات اللي بتكون على الجلد، خاصة إذا أنا عندي جلد عنده وحمات أو شامات هي بدنا نتعامل معها بعناية، لأنه الشام ما بتتحمل، والوحمة إذا الصباغية إذا بلشت تتغير كمان هون لازم يكون عندنا يعني مثل ما يقولوا نقطع السطر إنه نحن نراقبها. يعني أنا عندي نمش بيكفي حط مثلاً واقي شمسي ولا لا لازم حط شيء ثاني مثلاً؟ لا هلا النمش من الشغلات السليمة لأنه هو على حساب الجسيمات الميلانية، يعني هو زيادة. أما اللي بخوف هو الخلايا الميلانية اللي بشوفها بالشامات أو بشوفها بالوحمات. ليش يا دكتور؟ ليش لازم نراقب احنا؟ الحقيقة لأنه مرات بتصير تحولات عليه، يعني احنا ما بنخوف السادة المشاهدين تحولات خبيثة أصلاً. تمام. فهلا مثلاً بالشواطئ مثلاً العالمية بالولايات المتحدة أو بأستراليا كل الدراسات بتقول انه دائما لازم، خاصه طبعا هن بيض وبتعرضوا لاشعه الشمس كمان بطريقه جائره، انه دائما واقيات الشمس من وقت ما يولد الولد بتحط على البحر لازم يكون في عندي واقيات شمس،
وساعات الزروة من بعيد عنا وكذا، لازم يتراقب الجسم بشكل أساسي إذا صار على هالشامات تحولات تغير. أو تغيرات هذا لازم بقى يتراقب. أما نحن هون يعني ممكن يصير ما ينتبه للمريض أو ما ينتبه كذا، ممكن أنه طبعا الأغلب سليم، ولكن نحن من الناحية الطبية لازم نراعي هذا الموضوع. طيب دكتور، اليوم بعد ما الشخص يتعرض لهي الحروق الشمسية إن كان عن طريق البحر أو حتى اليوم يعني أشخاص بيروحوا ليأخذوا فيتامين دال كمان عن طريق أشعة الشمس، كمان بيختاروا الوقت الغلط، يعني كمان بيسبب لهم بعض الحروق. في حال لم تتم المتابعة والمعالجة من قبل الشخص، شو هي المضاعفات اللي ممكن يقع فيها؟ يعني مثل أي تعرض جائر لأشعة الشمس بفترات معينة، ممكن نحن أكثر عرض ممكن نشوفه هو تغير لون الجلد وتحوله للون أغمق من لون الجلد الطبيعي، وهذا اللي احنا بنسميه كده. بعض التعرض ممكن انه يؤدي لبعض الأمراض، يعني احنا في عنا أمراض من الأمراض الجلدية هي أمراض تتفاقم نتيجة تعرض أشعة الشمس، يعني عندي عد الوردي، عنا الزبدة الحمامية، التهاب جلد وعضل، بعض الأمراض ممكن حتى مرات تناول بعض الأدوية اللي احنا ما عندنا فكرة عنها ممكن يصير فيها تفاعل مع أشعة الشمس وتولد لي مشاكل بتحسسات ضيائية، وممكن انه تفاقم لي بعض الحالات الجلدية وبظهور بعض الاندفاعات على سطح الجلد غير مرغوب فيها نتيجة انه ما في دراسة او تعرض لفترات طويلة او ما الواحد ما بيعرف تأثيرات الجانبية للدواء. كثير بدنا نراقب، كثير اي اندفاع ممكن انه يظهر على سطح الجلد الراجع طبيب جلديه لحتى نقدر نحن نكون يعني مع المريض نتفاعل بهذا الموضوع ونقدم له الاستشاره الصحيحه باذن الله. اكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي عن العلاج. اليوم اكيد بيختلف علاج الحروق الشمسيه طبقا لنوع وشده هذا الحرق. الحقيقه اهم شغله هو الحرق الشمس بحد ذاته اللي بيراجعنا فيه الاطفال وبيراجعنا فيه اللي بيروح على المسابح او على المزارع. الحقيقه تعرض لاشعه الشمس ممكن انه يولد اليه التهابيه بالجسم، هالاليه الالتهابيه بتؤدي الى توسع اوعيه وبتؤدي الى حمار وبتؤدي الى الم بهي المنطقه. اهم شغله نحن بعد هذا التعرض انه المريض ناخذ الكريمات المناسبه، ان كانت كريمات مطريات او كريمات فيها كورتيزونات خفيفه تخفف لي هالارتكاز، اخذ مسكنات تتعامل مع العامل او الوسيط اللي عمل لي انتج لي هالحديد الالتهابيه بالجلد، ممكن تكون مسكنات عاديه، ممكن تكون عباره عن بروفين، ممكن هاي كثير للمريض انه يريحه. للاسف انه نحن مرات نتعامل معه كمان باستخفاف، بنروح على البيت هذا بيقول لي حط له لبن، هذا بيقول لي معجون. كثير شائعه هي النقطه دكتور، انه قال حطوا لبن بتسحب الحراره، حطوا معجون اسنان، حطوا ما بعرف شو خيار. في ناس بتقول انه خيار مرطب، يعني اهم شغله انا النصيحه مي بارده، انا يعني هذا النصيحه اللي بنصح رجعنا في عندي حراره في كذا دوش مي بارده دائما نجدده. كريمات مثلا اول شيء بيقول لك كريم مرطب، بانتينول، هدول الكريمات ممكن انه يساعد، مركب ستيرويد. اما نحن الشغلات الشعبيه اللي ممكن تفوتنا بشغلات ثانيه او ممكن انه تحط يعني مضاعفات تصير له الأثار الحرق، هذا اللي احنا اللي ما بنحبه بهذا الموضوع. فنحن عندنا حرق ممكن دوش مي بارده، ممكن مثل ما تفضلتي كريمات مطريه بانتينول، ممكن انه اكثر ناخذ استشاره الطبيب، ناخذ دواء يخفف لي الحس الحرق اللي حاسس فيه، الوجع اللي انا فيه، كريمات تطري لي شوي شوي بتتحسن. طبعا الحاله اللي ما ممكن انه تتحسن مباشره بيوم وليله، يعني طبعا دوقت. يعني بس اهم شيء انه يقدر ينام، يقدر يتفاعل مع المحيط، ما يضل قاعد متشنج، ينام على الواقف، ما قدر حدا يقدرني ما حدا يمسني، ينام على الواقف. فبالتالي يعني نخفف له هالموضوع شوي شوي، طبعا هذا الجلد كمان بيصير فيه توسف وقشور كل الى اخره، نرتاح شوي بعد ما نتعرض للشمس بالتالي بنقضي صيفيه مرتب. طيب دكتور، في بعض الاشخاص بيكون خلينا نقول الصبايا بشكل خاص وخاصه ضمن موجه التجميل اللي عايشينها، بيكون ما عندهم صبر لازاله هي الندبه، او انت حضرتك ذكرت انه ممكن تحول لكلف يعني بسبب الحرق، ممكن يروحوا لاجهزه التجميل كان ليزر كان تقشير، شو رايك حكيم؟ الحقيقة لازم نعرف نحن طبعا الكلف ومن الأمور اللي لها علاقة بتعرض أشعة الشمس وتأثير تراكمي، يعني مو تأثير مرة واحدة، ممكن إنه يعمل شوية تسفع، ولكن تأثير التراكم على نبدأ نرجع على طبيعة البشرة، كل ما كانت البشرة بيضة
كل ما كانت يعني تريحنا اكثر. لا بالعكس تريحنا يعني أكثر. انا عانيت من هاي القصه دكتور، حرق شمسي او بحري خلينا نقول بسنين، يعني هو بس يروح من مكان نرجع لمكان ثاني، يعني يتحرك. اي يعني بصراحه بس صار عنده استعداد الخلايا من جزء افراز زياده نتيجه تحريض اشعه الشمس. طبعا مو الشمس هي حد ذاتها حتى بيساعد فيها، مش الهرمونات بالجسم ممكن انه تساعد، ولكن مثل بس صار الكلف حقيقة فتنا بمشكلة، حتى بالأمراض الجلدية نحن كأطباء يعني مرات نوقف عاجزين إنه نوصله للمريض لراحة نفسية أو نوصله لعلاج إنه يرجع له بشرته مثل ما كان، لأنه دائما المريض بده بشرته ترجع أول. لأنه كثير مرات بيراجعني أنا لون مش لون مثلا بشرتي غير لون جسمي، شوف لون جسمي أبيض، بشرتي سمراء، شوف إيدي. فنفس الشيء بدنا نوصله لهيك حالة إنه يكون مرتاح. طبعا بالتعاون ممكن يكون المقشرات مثل ما تفضلتي، بعض الليزرات، هلا الأكثر منا لدرجة هي مشتقات الميزو اللي هي عبارة عن حقن ضمن الجلد، ممكن تساعدني شوي إنه بتخفيف من التصبغات. الكريمات نعرف ناخذ الانتقاء الكريمات بشكل جيد مناسب. ممكن إنه كتير طبعا بده تعاون بين الطبيب وبينك، يعني مرات تصور إنه مرات تصبغات كيف بيعالجوها؟ بيفوتوا على الحمام بيحطوا الليفة وبيروح على أساس هذا وسخ أو شغله، وهذا من الأمور اللي بيزيد التصبغ ما بينقصه. طيب هي ثقافة دكتور، يعني التليف بصورة كبيرة كمان بيلعب دور، فلازم يكون في طبيب نستشيره يقدر يقدم لي أخير نصل لدرجة إنه يكون المريض مرتاح وفي شفاء إن شاء الله. أكيد. طيب دكتور، هل في بعض أنواع الحساسية، يعني في أشخاص بيتعرضوا لحساسية بجلدهم مع تغير الفصول، هل في حساسية معينة ممكن نشوفها مرتبطة بالتعرض للشمس؟ يعني نقول هذا الشخص بيتحسس لما بيتعرض للشمس بغض النظر عن الحروق. يعني سؤال كتير حلو، لأنه بصراحة في أنواع الشري، طبعاً نعرف إحنا الشري أنواع كتير. صحيح. في شري فيزيائي له علاقة بالشمس، تعرض للشمس بيولد حرارة، فبلاقي اندفاعات عم تطلع بجسم حاكي بجد بتنتقل من مكان لمكان، هذا له علاقة تماماً بتعرض لأشعة الشمس. فبالتالي نحن ما نستغرب إن نشوف اندفاعات شروية أو حساسية حتى بالمناطق اللي ما تعرضت للشمس، إلى علاقة بهذا النمط من الشري الفيزيائي. فالشمس ممكن أن تولد لي شري الفيزيائي مثل ما بيولد لي الضغط شري فيزيائي إلى آخره. فممكن أنه نحن هون نوجه المريض اللي عميك أنه نأخذ لهنا أنتي هيستامين أو مضادات الحساسية للمرض، ونلاقي طريقة أنه نحن نبعد، نحن مثل ما تفضلنا هيك أو بداية الحلقة أنه نحن نبعد تماما عن تعرض الجائر لأشعة الشمس، ونلبس اللباس المناسب لهالموضوع. طيب حكيم، ذكرت من خلال حديثك انه في بعض الادويه ممكن ياخذها الشخص ممكن تسبب له ايضا بعض الحساسيه، شو هن اهم التركيبات المفروض انه يبتعد عنهم الشخص؟ مع هي بعض اشهر مركب هو مركب التتراسيكلين. التتراسيكلين هو من الانتيبيوتيك، هو مضاد حيوي. نعم. نستخدمه بشكل اساسي للحب الشباب او نسميه العد. كثير موضوع مطروح خاصه بسن الشباب، انه هن يطلع لهم اندفاعات عديه او اندفاعات من حب الشباب، ياخذوا هالمركبات وهي بتتاخذ لفترات طويله. الحقيقه عم ياخذها هو هي مركبات لاربع اشهر ست اشهر، صار فصل الصيف راح الشمس. طبعا مو عند الكل بيصير، ولكن بعض النسبه معينه بصير عندهم تفاعل بين هالماده اللي عم ناخذها نحن اللي هي التتراسيكلين واشعه الشمس، وتؤدي الى حساسيه ضيائيه، وحساسيه ضيائيه مزعجه حتى مرات بتؤدي الى تساقط بالاظافر نتيجه الحساسيه اللي بتصير بالجسم. فبالتالي هون يعني دائما في استشاره طبيب مباشره، ايقاف الدواء، هذا الدواء بنلجا لدواء ثاني اذا كان لسه عم نعاني نفس المشكله. طبعا في مركبات نفسيه، بعض الادويه النفسيه كمان بتعمل الحساسيه الضيائيه. دائما هي استشاره الطبيب بنقدر نفيده ونوجه المريض شو يستعمل الادويه. أكيد. طيب دكتور، اليوم نعرف بعض الأشخاص الكبار شوي بالسن يكون عندهم أمراض معينة مثل السكري أو ما إلى ذلك، أحيانا بنسمع أنه نتيجة ارتفاع السكري عندهم خفت شوي مناعة الجسم، ظهر لهم أنواع حساسية، أنواع حبوب معينة، كل هذا بسبب نقص المناعة. كمان هدول لما يتعرضوا للشمس ناخذهم انه عم نعمل لهم شيء مفيد، عم نعرضهم للشمس بالصيف ونعطيهم فيتامين د، قديش كمان ممكن يظهر عندهم بعض المضاعفات بسبب الادويه اللي بياخذوها ونقص مناعه جسمهم؟ ممكن تكون الادويه يعني
أدوية طبعا مختلفة هي الأدوية، ممكن تعمل حساسية ضيائية مثل ما قلنا على التتراكسين. الحقيقة الأكثر اللي بيهن عندهم أمراض مزمنة، نحن بيهن دائما أنه ما يصير عندهم حروق، ترمم الجلد شوي صعب عندهم يصير، فبالتالي دائما إذا صار عندهم حرق صار عندهم فقاعات تقيح بالجلد صار جلدهم للترمم أصعب كثير، خصوصا مرضى السكري. مرضى السكري فبالتالي لازم ندير بالنا يكون تعرض لفترات معينة، ممكن بس بقى ساعتها نستفيد، يعني أشعة الشمس بتعطي طاقة يعني حتى بتعطي حيوية أكيد. يعني مرات بيقولوا إنه الشمس هي بتحرد بعض المواد بالجسم اللي بتعطي تفاعل إيجابي مع المناعي، فبالتالي هالتعرض للشمس بيعطي طاقة، ممكن نعرضه ونستفيد من الفيتامين د، نعطي شوية حرارة للجسم، بس أكيد ما نروح لشغلات تانية نحن صعبة مثل التقرحات أو بعض الأمور اللي ممكن يعني الأشخاص الكبار بالعمر جلدهم جاف فبالتالي وقت يتعرض وبتبدأ بتطلع عندهم بعض المظاهر اللي نسميها اللي احنا تقرنات سفعية، نشوف عند الكبار بالعمر عنده تقرنات سود على 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 الرأس أو على فروة الرأس أو على الوجه، هي لها علاقة بتأثير تراكم لتعرض لأشعة الشمس، هون بندير بالنا إنه هي الأمور لازم كمان نتعالجها لأنه ممكن يصير عليها تحولات بالمستقبل. دكتور ذكرنا بعض النقاط وهي من الأخطاء الشائعة اللي نحن ممكن نرتكبها، إن كان مثل ما قلنا اللبن، إن كان الوصفات الجارة والسوشيال ميديا، ولكن أيضا المقشرات دائما يعني بجوز سلمة اللي أنا استخدمت مقشر الفلاني أعطاني نتيجة جدا حلوة، أنا بروح بجيب هدول المقشرات وبجي بستخدمهم، يعني قديه هذا الشيء غلط، وخاصة في بعض الصبايا بيروحوا لاستخدام وقال بفصل الصيف ولكن بكميات قليلة. يعني نحن كأطباء جلد ما كثير ما بنحب انه نستعمل مقشرات بفصل الصيف، الحقيقة مبدأ المقشر انه هو بده يوسف الطبقة السطحية من الجلد، هي الطبقة السطحية اذا احنا وسفناها وطلعت طبقة يعني لا. مثل وردية لنقول الوجه، هي تفاعلها مع الشمس اقوى فبتعملي تصبغ، طبعا نحن التصبغ هو 3 درجات، تصبغ سطحي هذا بيستفيد من المقشرات ولكن بفصل الشتاء، تصبغات عميقة إلى معالجات تانية. فكتير أنا بهمني إنه المقشرات ما نستعملها بفصل الصيف خوفا ما يزيد التصبغ، يعني نحس بفترة إنه عم يتوسف في الجلد ولكن بعد منه ناخذ تصبغ أغمق من كان الأول. يعني درجات التصبغ الكتير قوية صعبة دكتور؟ هلا ما بتستفيد على المقشرات بالأصل، يعني إذا التصبغات السطحية أنا وسفت الجلد روحته وبالشتاء ما عم بتعرض لأشعة الشمس، وإذا كان مثلا إنه أنا عم بكون بمكان مغلق شوي فبالتالي أنا عم بستفيد من المقشر كموسف للجلد، أما التصبغات العميقة ما بيصلى أصلا الكريم يعني بصراحة. أكيد دكتور هيثم نتشكرك على وجودك معنا وكل هالنصائح اللي أعطيتنا إياها اليوم، وإن شاء الله نكون أحطنا بكل الاستفسارات مجمل الاستفسارات اللي توصلنا بالعموم وبنسمعها واللي حضرتك حكيت فيها، شكرا لك. أنا بتشكركم. شكرا دكتور، إن شاء الله هيك يكون هذا الاستجمام بنتائج إيجابية بعيدا عن المرض والحروق الشمسية، شكرا أهلا وسهلا بحضرتك.